السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه، عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وحتى يرضى وإذا رضي وما بعد رضا. ونصلي ونسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيته وصحبه وأزواجه والتابعين ومن تبع سنتهم بإحسان إلى يوم الدين ونحن معهم، أما ثم بعد. أهلا ومرحبا بكم في مقرر شيق وممتع وجميل، هو مقرر وظائف أعضاء النبات. هذا المقرر حقيقة زي ما هنشوف مع بعض بيتكون هذا المقرر، اسم المقرر وظائف أعضاء النبات. لما بنتكلم على وظائف أعضاء النبات حقيقة بيستوقفني كلمتين، كلمة وظائف وكلمة أعضاء النبات. يبقى لازم نرجع بالذاكرة أو نرجع للمحاضرة اللي احنا مسجلينها، اللي أنا مسجلها وحاططها على نظام البلاك بورد كمراجعة للأحياء عامة 1 وأحياء عامة 2، عشان نعرف إيه هي أعضاء النبات. هنتكلم عن الجذر وساق وأوراق إلى آخره. بنتكلم عن أعضاء النبات عشان احنا عايزين في المقرر ده مش ندرس أعضاء النبات، لا، ندرس وظيفة أعضاء كل عضو من أعضاء النبات. فلما نيجي نتكلم على وظائف أعضاء النبات بنتكلم على وظيفة كل عضو وما يحدث به من عمليات حيوية داخل هذا العضو أو هذا الجزء من النبات. حقيقة المقرر ده زي ما هنشوف مع بعض بيتكون من خمس وحدات. أثناء دراستنا في كل وحدة هنلاقي أن كل وحدة ليها الفيديوهات بتاعتها، المحاضرة مرفوعة، وحنحاول نثري المقرر في هذا الفصل الدراسي بالمعامل الافتراضية والتجارب زي ما هنشوف دلوقتي أمثلة واحنا بنتكلم، بحيث ان انتوا بتجربوا بنفسكم كأنكم في المعمل بالضبط، عشان ربما هذه الفيديوهات وهذه المعامل الافتراضية اعتقد من وجهة نظري انها هتثبت المعلومة اكتر وتديكم جرأة ان انتم تشتغلوا في المعمل وتستوعبوا ايه اللي بيحصل بالضبط على المستوى الجزيئي في الداخل النبات. لما نيجي بنتكلم وحنشوف الوحدة الأولى لهذا المقرر هنلاقي ان الوحدة الأولى بنتكلم على العلاقات المائية في النبات، ان المية بتتكون من ايه، خصائصها ايه. بنتكلم على قوتين بالنسبة للمية، قوة التماسك وقوة الالتصاق، وهنعرف ده بالتفصيل. توتر سطحي يعني ايه، ويعني ايه خاصة الشعرية. ثم ننتقل الى عملية الانتشار والاسموزية، ثم نتكلم باستفاضة عن انواع الاغشية اللي موجودة، الخلوية يعني داخل اللي بتتكون في الخلايا اللي داخل الكائن الحي او داخل النبات. ثم نتكلم على نوعين من امتصاص المية، امتصاص الموجة والامتصاص السالب، ثم فقد المية في صورة النتح، واخيرا الجفاف الفسيولوجي او الفسيولوجي. طيب بنيجي بنثري هذا الامر هنلاقي ان بعد كده ما بيجي نشرح هتبص تلاقوا اثناء المحاضرة او بنرفع لكم شرح زي كده على البلاك بورد، هنلاقوا ان في تجربة بشكل ده كده، ده معمل افتراضي، عطيني اناء ومبين لي جزيئات المية عشان يبين لي عملية الايه النفاذية وعملية الاسموزية. طبعا هنا بالاسموزيس بنتكلم على الاسموزية، بنبتدي نشوف ايه اللي بيحصل في جزيئات المية وهكذا، ثم نبتدي نضيف ملح عليها. يبقى كأننا بنعمل تجربة في المعمل وبنشوف المشاهدة بتاعتنا وبنسجلها، وبالطريقة نثبت المعلومة اللي احنا بنقراها او اللي احنا بنشوفها. المحاضرة التانية، متأسف، الوحدة التانية، الوحدة الاولى اللي كنا بنتكلم عليها اهي، الوحدة دي ربما هتاخد مننا ان شاء الله اسبوعين ان شاء الله في المحاضرات، ثم بيكون في متابعة جوه في الداخل العملي. لما نيجي نتكلم بعد كده على الوحدة التانية فاحنا بنتكلم على الانزيمات، بنعرف يعني ايه انزيم، بنعرف دور الانزيم ووظيفته في انسجة النبات بيقوم بايه، ازاي بنسمي الانزيمات دي وازاي بنصنفها، العوامل اللي ممكن تأثر على عمل الانزيم داخل انسجة النبات، واخيرا بناخد امثلة على الانزيمات اللي موجودة داخل النبات. برضو بنثري هذا الامر بتجارب زي كده، فنبتدي نشوف تجارب عملية فعلا ونشوف ايه اللي بيحصل، ونبتدي نعمل التجربة بايدينا ونسجل الملاحظات بتاعتنا. طيب
بنيجي للوحدة الثالثة، بنتكلم على عملية من أهم العمليات بيشارك فيها النبات والحيوان والإنسان، يعني عملية حيوية. لما بقول كلمة عملية حيوية يبقى هي صفة من صفات الكائن الحي، يبقى بنتكلم على التنفس، بنتكلم على أنواع التنفس، على المعادلة العامة، على الخطوات بتاعته المختلفة. ثم بنيجي للوحدة الرابعة، بنتكلم على عملية أخرى من العمليات الحيوية، بس دي بتبقى مش كل بقى، ما أقولش بقى خاصة بكل الكائنات الحية، لا، الحياة زي ما هنشوف هي خاصة بالنباتات اللي فيها أصباغ. بنتكلم على طبيعة الضوء اللي هي البناء الضوئي، بنتكلم على طبيعة الضوء، تركيب البلاستيدة، الأصباغ اللي موجودة وأنواعها، ليه النبات بيقوم بعملية البناء الضوئي وما هي معادلته، وناخد التفاعلين بتوعه اللي هو تفاعل الضوئي وتفاعل الظلام. وأخيرا بننهي، بنشوف برضو هنا اهو، بنبتدي نشوف تجارب عملية أيضا، ونبتدي نعمل تجارب عملية من خلال المعامل الافتراضية داخل الشرح. وهحاول اوفر لكم الكلام ده على البلاك بورد بحيث تعملوا انتوا التجربة بنفسكم ان شاء الله بعد ما نكون عملناها في المحاضرة، عشان تشوفوا احنا بنستخدم هذه المعامل الافتراضية ازاي. واخيرا بنيجي للوحدة الاخيرة اللي هي الوحدة الخامسة، بنتكلم على حاجتين، بنتكلم على التغذية المعدنية والهرمونات. فبنتكلم على المعادن اللي بيحتاجها النبات عشان ينمو ويتكاثر، ثم فايدة كل عنصر، طب واذا كان في نقص في العنصر ايه اللي بيحصل، ثم بننتقل الى الهرمونات، طبيعتها وازاي بنصنفها، اثار الهرمونات على نمو النباتات، واخيرا بناخد امثلة على الهرمونات النباتية. وبكده بنكون نهينا المقرر بتاعنا ان شاء الله، او جولة سريعة في المقرر بتاعنا ان شاء الله. اتمنى ان انتم تستمتعوا بالدراسة وتكونوا متابعين عشان تحققوا، مش النجاح، النجاح مش هو ده الهدف، يعني الهدف بتاعنا بيكون التفوق والتميز. اشكركم شكرا جزيلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.